وخلينا نصبح برضو على زميلتنا هالة الحملاوي علشان نتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. دلوقتي هنبدأ معاكم الجولة المرورية سريعا كده، هنبدأ مع حضراتكم جولة مرورية هنبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. طبعا بنبدأ جولتنا المرورية من محافظة القاهرة وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي ان في سيولة مرورية. على طريق الكورنيش هنلاقي ان في كثافه مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية. طيب لو رحنا كوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، وهنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي هناك في سيولة مرورية. كمان في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، ونفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. هنروح محافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري، في هناك بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان تكونت بعض الكثافات المرورية في محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية. أما لو روحنا شارع ترسة هنلاقي إن في بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق الشارع أو تحديداً شارع الهرم في الاتجاهين. كمان بتظهر بعض الكثافات التانية المتحركة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ولو روحنا شارع فيصل فهنلاقي إن في كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءاً من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي ولغاية ميدان الجلال. وهنروح دلوقتي لمحافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. أما اللي جاي من الزراعي فبتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد. الاتجاه التاني بيشهد كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. وهنكمل جولتنا المرورية ونروح لمحافظة بورسعيد. هنلاقي هناك في سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية في هناك كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة صباحية هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال وسط سيناء، تمتد لتكون خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 30، أقل درجة حرارة في السلوم 20 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.